كنظن بان المباراه كانت متكافئه في وقت من الاوقات كنا نقدروا اننا نفتتحوا التسجيل. الرجاء هنئا له بالانتصار ديالو. هي كانت فرصه لمجموعه من اللاعبين الشبان معنا اليوم لاول مباراه عندهم في هذه الاجواء، مباراه بالليل في حضور جماهير تبارك الله بهذا الحجم هذا. اظن بان الاستفاده غتكون كبيره لانه لونطام دي ماتش كيفاش شويه بدينا معطلين، ولكن دخلنا في اجواء المباراه وجاونا فرص اللي كنا من خلالهم نقدروا نفتتحوا التسجيل ونفاجئوا العناصر الفريق الرجاء الرياضي. سعد واحد زمره دار قراءه جيده، طبقنا بالحذافير النهج التكتيكي اللي فرضوا اللي خلى انه بكل صراحه نخلقوا متاعب للفريق الرجاء. عموما اظن بانه هذه المباراه بهذا النوع تتعلموا منها خصوصا اللاعبين الشبان، وكما قلنا المدرب والسيد على الملابس خصنا نبقاو بهذا ليطا ديسبري اللي كنا في هذا الماتش في لي ماتش افونير، ما يكونش التركيز فقط والحماس في نوع هذه المباريات هذه. اكيد ان الاستفاده غتكون كبيره ولو ان الهزيمه، على الاقل كنا نستحقوا هذه النقطه ديال التعادل بالنظر للمردود العام للاعبين والمجهود الخرافي اللي داروا. هنيئا الفريق الرجاء بالانتصار. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.